في 27 من أيلول عام 2014 اقترح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يوماً عالمياً لليوغا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن من دواعي سروري الترحيب بفخامة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. أود اليوم أن أوجه عنايتكم الكريمة لموضوع آخر. عندما نتحدث عن تغير المناخ، وعندما نتحدث عن الرعاية الصحية الشاملة، وعندما نتحدث عن الاندماج مع الطبيعة، وعندما نتحدث عن الرجوع إلى الأصول، أريد أن أتطرق إلى أمر خاص في هذا الصدد. اليوغا هي هبتنا العتيقة والتقليدية التي لا تقدر بثمن. ترمز اليوغا إلى التوازن بين الجسد والعقل، الفكر والحركة، الإنجاز والتحكم في الذات، واتحاد البشر بالطبيعة. فهي تقدم رؤية شاملة عن الصحة والرفاهة. إنها ليست مجرد تمارين رياضية، وإنما هي أيضاً وسيلة لتحقيق التناغم مع الذات ومع الكون والطبيعة. تهدف اليوغا لتحويل نمط حياتك، ويمكن أن تساعدنا التوعية بها في جهودنا الرامية لمقاومة التغير المناخي. فلنبدأ العمل بالانطلاق في هذا الاتجاه بتدشين اليوم العالمي لليوغا. ترجع أصول نشأة اليوغا إلى ما يزيد على 5000 سنة في حضارة وادي السند، وقد اكتشف علماء الأثار نقوشاً وأختاماً وأعمالاً فنية تعرض ممارسات ووضعيات وتحيات مشابهة لليوغا ومماثلة لتلك التي عثر عليها لاحقاً في رسوم باشوباتي ورودرا والإله شيفا. كلمة يوغا مشتقة من اللغة السنسكريتية، وتم استخدامها على نطاق واسع خلال الحقبة الفيدية سنة 1000 قبل الميلاد تقريباً. وأصل الكلمة هي يوغ، والتي تعني الانثناء أو الرب أو المحاذاة أو الحمل. نالت اليوغا شهرة واسعة في جميع أنحاء الهند، وبدأت تظهر في الرسوم الفيدية، وخاصة في تعليم أوبانيشاد والتعاليم البوذية واليانية خلال هذه الحقبة. تتناول تعاليم الأوبانيشاد 4 أنواع من ممارسات اليوغا، وهي مانترا أو تكرار الأصوات المقدسة، لايا أو الرابطة التعبدية بذات أعلى، باتا أو توجيه الطاقات الداخلية في قنوات، وراجا يوغا أو ما أصبح يعرف بالديانا أو أشتانغا يوغا. في القرن الثاني قبل الميلاد تم تدوين تعاليم اليوغا على هيئة نصوص مكتوبة تعرف باسم سوترا يوغا من باتانجالي. الآن تم شرح اليوغا. اليوغا هي تسكين العمليات العقلية حتى يتسنى للرائي التعرف على ذاته الحقيقية والأصلية. وفقاً لباتانجالي، فإن الهدف من اليوغا هو التغلب على الانخراط في العالم المادي حتى يصل المرء إلى الوعي الحقيقي بذاته. بحسب نصوص تاتريا أوبانيشاد، فإن الإنسان يتكون من 5 طبقات أو كوشا تعمل في انسجام مع بعضها البعض. عندما ينعدم التوازن بين الطبقات كوشا، يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأمراض والتنافر والمعاناة. وعند اجتماعها سوياً بممارسة اليوغا، يؤدي ذلك إلى التمتع بصحة طيبة وعقل قادر على التأمل وسعادة كبيرة. لإحداث التوافق بين جميع طبقات الكوشا واستعادة التناغم، يصف باتانجالي نظاماً لممارسي اليوغا يطلق عليه أشتانغا أو مسار الأطراف الثمانية. على مدى تاريخ الهند الطويل وحتى يومنا هذا، تعتبر اليوغا جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لأغلب الأديان، وقد استخدم الفلاسفة ممارستها في طقوسهم وطرقهم. تولى معلمان عظيمان في العصور الوسطى إحياء ممارسة اليوغا. ففي القرن الثامن أعاد آدي شانكرا تعاليم أوبانيشاد واليوغا مجدداً إلى الوعي العام، وقام غوراكشيناند صاحب ناتسامبادايا بإحياء هاتا يوغا في نفس الوقت تقريباً.
منذ تسعينات القرن التاسع عشر، عمل العديد من المعلمين الهنود على نشر اليوغا في مختلف أنحاء العالم، مثل سوامي فيفيكاناند في 1893 الذي قدم للعالم فيدانتا وراجا يوغا، وسوامي يوغاناند في 1920 الذي قدم للعالم كريا وكونداليني يوغا. هناك معلمون مثل سوامي شيفيناند وسوامي راما وسوامي ساتشيتاناند وسوامي كوفالاياناند وشري يوغنادراجي وغيرهم من ممارسي اليوغا العظام الذين نشروا الجوانب الأكثر عمقاً لليوغا في مختلف أرجاء العالم. كان شاري كريشناماتشاريا وقد أصبح تلميذه بكي أس أيينغر وكي باتيبا جويس وابنه ديسيكاتشاريا ثلاثة من أبرز الدعاة لممارسة اليوغا وساعدوا في نشرها في جميع أنحاء العالم. اليوم تجاوزت اليوغا تعاليم الرواد الأوائل، حيث يحمل معلمون مثل شري شري، رافي شانكر، بوجيا سواميجي، بابا رامديف، سوامي نيرانجان وسادغورو جاكي فازوديف شعلة اليوغا الكلاسيكية في مختلف أنحاء العالم. لقد أصبح العلم والطب التقليدي يعترف الآن بمزايا اليوغا. في الهند اشتهرت اليوغا بقدراتها العلاجية منذ آلاف السنوات وحتى الآن مع طب أيورفيدا، ولعبت دوراً مهماً للغاية في مجال الرعاية الصحية للحيلولة دون الإصابة بالأمراض في الهند، والارتقاء بالوعي والإدراك والتمتع بصحة أفضل لمنح ممارسها الحرية. إن ممارسة اليوغا تجلب التوازن والرفاهة والسعادة والحرية للتمتع بالحياة بكل ما فيها. مع زيادة عدد ممارسي اليوغا في العالم اليوم، ربما نشهد بالفعل بداية للتحول في الوعي العالمي الذي يفضي بنا إلى كوكب أكثر توازناً وتناغماً. أصبح ممارسو اليوغا مستهلكين أكثر وعياً وأشخاصاً أفضل وأكثر حرصاً على البيئة وقادة متميزين. إنها قوة اليوغا وهي ذات تأثير جيد على العالم. في الحادي عشر من كانون الأول عام 2014 قررت الأمم المتحدة على جعل يوم الحادي والعشرين من حزيران اليوم العالمي لليوغا، وقد شاركت 177 دولة في تقديم مشروع القرار، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الأمم المتحدة.